استعجلوا. من مدير عقارات الدولة؟ والله ما أعرفه حقيقة، ما أعرف. عقارات الدولة ابنية اسمها نادية بالجديد، لأن يتغيرون بين فترة وفترة. بس أنا قلت بأنه هاي الأخت هي اللي مسؤولة عقارات الدولة، أحكيها الآن في فضائياتكم، غير متعاونة. وإذا تثبت بأنه هي متعاونة خل تجي المؤسسة الشهداء ونجيبها أيضا جنابك، هم نجيبك تقول لا أنا متعاونة. يا بش بيش تعاونت تقول سويت فلان شيء لمؤسسة الشهداء ونطيت فلان أرض للشهداء، خلت قلنا شنو إنجازها للشهداء. اليوم إحنا يجب أن نضع النقاط على الحروف. أنا بصراحة نادية تسمع، نادية تسمع هسه، نادية تسمع وخلي الجو خويا، خلي نادية الجو. حبيبة قلبي سعادة المدير معاليج، عندك عقدة مع عوالي الشهداء بيهم تقصير مثلا؟ هسه صدق ناس فقراء وقاعدين بالتجاوزات، هذا الرجل بدرجة وزير بالدولة العراقية يتهمك مباشرة وعلنا بالتقصير لعوائل الشهداء، بمعنى أكو غايات قد تكون الغايات غير قانونية، أما أن تعادين عوائل الشهداء وما تقبلين أن تنطيها أكو دولة يجب أن تحاسب. وأنتم يا لجنة الشهداء بالبرلمان العراقي دزونا على سعادة معالي فخامة السيدة نادية واسألوها، قلوا لها مؤسسة الشهداء تتهمك بالخيانة وبالتقصير ضد عوائل الشهداء، ليش ما تطيهم قطاع؟ شنو موضوعك انت بالضبط؟ احسنت. ما سايرت 12 سنه قطع للشهداء، هاي لو طابه وحدهم سيليكون كان ثاني يوم تطوها على الشط ويقشمرون يقشمرون الناس، عندكم مطر روحوا قاتلوا بيه يذبحون ولد العالم وقطعه ما ينطونه، ويطون الشط والجادريه والدنيا. شنو آخر الإجراءات؟ آخر الإجراءات إحنا بصراحة ما بقينا على خط واحد في موضوع توفير السكن لعوائل الشهداء، لا سلكنا عدة خيارات. الخيار الأول هذا البدل النقدي اللي هو الآن ملزم وزارة المالية بأنه توفر تخصيصات إلى مؤسسة الشهداء، لأن هي هاي حقوق واجبة الدفع على الدولة. هي الست طيف بصراحة من زمان متواصلة ويانا، من زمان تعرف شنو توجهها. يعني أنا والله فرحت من سارة طيف. نعم أحسن. أعرف طيف تكنقراط. لا مرة حشرتها. أنا أعرف طيف تكنقراط. نعم أحسن. وأعرف ما أنا تسميها المرأة. نعم. وما زلت أسميها. نعم. بالمرأة الحديدية. نعم. لكن الأخت متعاونة. نادية. تعصالة طيف. لا إن شاء الله. طيف الوزير ما من كانت وكيل وزير التراجع الوزير ما كان يضرحها. صحيح. نادية تعصالة على طيف. حشرتها الأخت الوزيرة أنا في أحد الاجتماعات في البرلمان ودائما تحكيها. تقلهم يعني دائما تقول هاي حقوق الشهداء حقوق واجبة الدفع على الدولة، الدولة تبقى مطلوبة بها حتى لو 100 سنة، فخلي نصرف خلي نمطي. ولذلك احنا الآن نوجه نداءنا للسيدة الوزيرة بأنه وصراحة هي متعاونة، بس ما أدري هسه شنو ظروف البلد، ما نعرف تفاصيل احنا التخصيصات المالية شنو، هسه نريد نفهم هسه. فنأمل إن شاء الله منها إن شاء الله خلال موازنة 24 بأنه تزيد موازنة مؤسسة الشهداء وخصوصا ضحايا الإرهاب.